نروح لمباريات أمس اللي بدأت على استاد السويس بمواجهة بين منتخب تونس الشقيق ونظيره المالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. شوط اللقاء الأول شهد هجمات كثيرة من الجانبين مع أفضلية نسبية للمنتخب التونسي على مستوى الاستحواذ والخطورة على المرمى، لكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين. وفي الشوط الثاني منتخب مالي بادر بالتسجيل عن طريق ديادي ساماسيكو في الدقيقة 60 باستغلاله خطأ فادح من معز حسن حارس تونس في الدقيقة 60، لكن نسور قرطاج عادوا للمباراة سريعا بهدف لقائد الفريق وهب الخزري نجم سانت إتيان الفرنسي في الدقيقة 70. بعدها محاولات متنوعة من المنتخبين انتهت كلها دون تغيير في نتيجة التعادل، وبالنتيجة دي منتخب مالي رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، أما منتخب تونس فرفع رصيده لنقطتين فقط، وأصبح نسور قرطاج مطالبين بالفوز في مباراتهم الثالثة أمام موريتانيا. ومن تونس لمنتخب عربي آخر هو المنتخب المغربي اللي دخل مواجهة نارية أمام منتخب كوتيفوار على ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة. أبناء المدرب هيرفي رينار فرضوا أسلوبهم في شوط اللقاء الأول وتمكنوا من زيارة الشباك عبر اللاعب يوسف النصيري بعدما تلقى تمريرة سحرية من نور الدين أمرابط بعد مجهود رائع للأخير ليضعها في الشباك من خلال انفراد صريح بالمرمى في الدقيقة 23. بعدها ضغط المنتخب الإيفواري بشدة لإدراك التعادل وترك مساحات كبيرة في خط دفاعه، وده أتاح للمنتخب المغربي أكتر من فرصة لتعزيز التقدم، لكن انتهى الشوط الأول بهدف وحيد لأسود الأطلسي. وفي الشوط الثاني واصل منتخب الأفيال ضغطهم على أمل إحراز التعادل، لكن اندفاع الفريق كاد أن يكلفهم هدف ثاني للمنتخب المغربي اللي أهدر مهاجموه عدد كبير من الأهداف، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لرفقاء القائد مهدي بن عطية، جعل الأسود يتربعون على عرش المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ليضمن رسمياً التأهل إلى ثمن نهائي البطولة. في المقابل توقف رصيد كوتيفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني، وبكده نجح منتخب المغرب في تأكيد تفوقه على كوتيفوار في المواجهات الأخيرة بعدما تذوق طعم الانتصار في المباراة الثالثة على التوالي، بعدما كان منتخب الأفيال كان بيشكل عقدة حقيقية للمغرب استمرت سنوات عديدة. وفي نفس المجموعة وعلى نفس الملعب باستاد السلام واجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الناميبي في لقاء الجريحين بعد خسارة كل فريق في مباراة الأولى. منتخب البافانا بافانا فرض سيطرته على معظم أوقات المباراة في الشوط الأول، ورغم الفرص العديدة للمنتخبين إلا إن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. وفي شوط اللقاء الثاني ضغط منتخب الأولاد بشدة لإحراز هدف التقدم، فكان له ما أراد لما أحرز بونجاني زونغو هدف في الدقيقة 69. بعدها حاول المنتخب الناميبي إدراك التعادل والحفاظ على آماله في التأهل، لكن الاندفاع الناميبي واجهه هجوم خطير جدا للمنتخب الجنوب إفريقي اللي كان قريب من إحراز الهدف الثاني به في أكثر من مناسبة، لكن محاولات الفريقين انتهت كلها دون تغير في النتيجة عشان يخطف منتخب جنوب إفريقيا فوز مهم جدا رفع رصيده ل3 نقاط قبل المواجهة المرتقبة ليه أمام المغرب في الجولة المقبلة اللي هيتم خلالها حسم بطاقات التأهل. ودلوقتي نستعرض معاكم نتائج مباريات أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات. وبعد فوز المغرب على كوتيفوار وجنوب إفريقيا ترتيب المجموعة الرابعة بقى كالآتي: المنتخب المغربي في الصدارة ب6 نقاط، بعديه منتخب كوتيفوار ب3 نقاط، والمنتخب الجنوب إفريقي بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة، وفي المركز الأخير بيجي المنتخب الناميبي بلا نقاط. وبتعادل مالي مع تونس أصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالآتي: مالي في الصدارة ب4 نقاط، تليها تونس بنقطتين فقط، أما في المركز الثالث تأتي أنغولا بنقطة واحدة، وفي المركز الأخير موريتانيا بلا نقاط، والترتيب ده طبعاً قبل مباراة موريتانيا ضد أنغولا.